البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما العاده غادي نشارك معكم اليوم حلوى معسله. هذه الحلوى نسموها اسكندرانيات معسلين. هذا الاسكندرانيات يجوا شابين، اغلبيتهم كوكاو. هنا العجينه ما نسحقوش بزاف، نسحقو حاجه قليله. انا هذا قدرت بهذا المقدار الصغير، عندي 3 كيلات فرينه، الكيله كيما تبغوا. انا عندي هذا لو ميزور، وانتم تدوا المقادير بالكيله اللي تحبوها. عندي 3 كيلات فرينه، هذه هي الكيله. انا 2 كيلات راني دايرتهم هنايا في الغيسيبيون، والكيله الثالثه ما بغيتش نحطها معكم باش تشوفوا اسكو بومبي اسكو. هذه هي الكيله اللي تكون معنا، 3 كيلات فرينه، نص كيله دهان ذايب كيما الدهان اللي بغيتوه، ذايب وبارد. وهنا كيلة مخلطة، نص ما زهر ونص ما، والقرصة تاع الملح. هنا ياش غنديرو، غادي ندير هذه الكيلة الثالثة اللي درتها معاكم، غادي ندير هنا قرصة الملح، هنا ضرورية كيما عودتكم. نخلط هنايا وندير هنايا هذيك الزبدة تاعي، بسم الله، من هكا ونخلط هذيك الزبدة مليح حتى يتبسس لي هذا الخليط كاع، وتدخل فيه كاع ديك الزبدة. غادي كي تدخل فيه هذيك الزبدة اللي قلنا ندخلوها مليح في الفرينة تاعنا، عاد باش نزيد هذيك الكيلة تاع الماء والمزهر. انا غادي ندير العملية تاع ندخل الزبدة في الخليط ونولي معكم ان شاء الله. ها هو الخليط تاعي اللي درته تاع الفرينه والدهان، شوف يجي مبسس كي من هاك. دروك شنو ندير؟ غادي هذيك الكيله نلم بها العجينه تاعي غير بشويه، نقعد نكب حتى نولم حتى نتحصل على ان بات اوموجين، يعني ما راهي ناشفه ما راهي جاريه. دروك انا نلمها غير بشويه، صاص بتكمل لنا هذيك الكيله كاع، تدخل لنا كاع في هذا المقدار اللي درناه، صافي يبقى منها شويه. انا غادي نرون ونولي معكم ونقول لكم شحال تخلي مقدار من هذا الكيله. هاي العجينه تاعي بعد ما لميتها، ها هو القوام تاعها، هكا تجي شويه طريه، ما تجي طريه بزاف ما تجي قاصحه. هذا هو القوام اللي نسحقوه. والكيله ها هي بقات منها قيس مغرف ولا جوج مغارف تاع ما، ميم با ما كملتهاش كاع. علاه قلت لكم ما ديروش الكيله كاع ديريكتومون باش نشوفو دي فوا كاين فرينه اللي تشرب لنا وكاين اللي لا. دروك شنو غادي ندير لهاد العجينه؟ غادي نديرها في ان ساشي ونديرها في الفريجيدير تبرد، ستادير تدي لو غوبو تاعها باش تساعدنا في الخدمه. انا غادي نخليها تريح ونولي معكم. دروك البنات نولو للعقده تاعنا. هنايا كيلت نفس المكيال اللي كيلت به الفرينه، كيلت 3 كوكاو، 3 كيلات كوكاو معمرين. هنا بكيله ماشي معمره تاع سكر، نفرغوها هكا، كيله ماشي معمره تاع سكر. هنايا غادي ندير قيس 2 مغارف ولا تاع الزيت، على خاطرش هما اللي لمونا الطحين تاعنا، ونطحنوهم وندير شويه تاع لوز الحلو، ليكستري تاع لوز الحلو. اللي ما عندهش يدير لافاني. دروك نطحنهم بسم الله حتى يولوا لي عجينه، ستادير الكوكاو مع داك السكر يدخل في بعضه مع داك الزيت يلمه. انا نبدا نطحن ونولي معكم. البنات ها هو هاي لافارس تاعي بعد ما طحنتها، اللي قطت لي منها هكا حربوش، ستادير كي العجينه ونقدروا نديروها حربوش ونكونوها في لاباط تاعنا. هنا نعطيكم ملاحظه، هذاك المقدار كاع اللي درته هنايا جاني فروبو بزاف ما نطحنليش، الوغ طحنت فتيته قديت خلطوا لي المكونات وكسنته هوندو. هذا خلطته وهذا دروك عاد نخدمه. وهنايا من تخلطوا زيدوا مغرف ولا 2 تاع زيت، هي اللي تلم لكم الزيت اللي طلقه الكوكاو، هو اللي مع الزيت اللي نديرو حنا هو اللي يلمها، يساعدنا بالخف باش تلتم لنا. هنا كملاحظة دروك انا هذه نوخرها، نطحن الجزء الثاني هذا اللي وخرته ونولو في التشكيل ان شاء الله. هاي العجينة تاعي بعد ما ارتاحت من الفريجيدير،
في الفريجيدير قلعتها اللي غتقلعوها شويه بالكبكري باش تطلق لكم. انا الوقت درت المايزينا رشيت هنايا في لو بلون تاعي المايزينا ونقعد قلت لكم عليه كي تريح تعاونكم نقعد نبرد فيها رقيقه ندير لو رول تاع الماشينه نرققها مليح. هنا عليه قلت لكم هذه الوصفه تحتاج الكوكاو بزاف خاطش لاباط اللي فيها تجينا رقيقه بزاف. انا غادي نبردها كاع ونعاود نولي لكم السمك كي داير تاعها. ها هي العجينه تاعي بعد ما بردتها، ها هو السمك تاعها اللي غتكون رقيقه هاكو تشوفوا في الرقيه تاعها. ها هي هنايا راني درتها مبوده قلت لكم هذاك الحشو تاعنا نطحنوه نعاون رواحنا بمغرف ولا زوج تاع زيت باش يطحننا ويتماسك لنا. دروك ش ندير هكا ندير هاد البوده هنايا تاعي كملها مليح ونلوي هنا ش غادي نلوي خطره ونص هنايا غادي نلوي ها غادي نلوي او ميم طون راني نسقم في الحربوش تاعي هاني لويته لويته مره ونص في من هاك. انا قلت لكم لاباط هذه ما يجيش فيها العجين هذه عفوا هذه الوصفه ما يجيش فيها العجين بزاف. ها هي هو الحربوش تاعي بعد ما لويته ضروري نسقمها هنا في الاطراف ونخدم الحربوش تاعي كيما هاك نليق هذيك الفتحه نديروها من تحت. ها شوفوا البنات كي راني نخدم فيه دروك ش ندير هكا نبلاطيه غير شويه باش ينكسر معايا هنايا هذا دروك نقسمه على شكل مقروطات الحجم اللي بغيت انايا نحاولوا نديروهم نفس الشكل كيما هكا. وش نديروا لهم تبغوا ديروهم كيما هكا تحطوهم عادي ها هي الفتحه تاعنا هنايا من تحت تجي من تحت تبغوا تقبضوا هذه الجهه من وهذه الجهه من هذه تدوروها هاك وهذه تدوروها هاك باش تجينا يعني هذا لافور تبغوا تخلوها هكا مقريطات صغيرين تبغوا غادي دوك ندير لكم واحد الديكور انا نكمل ونوريكم ديكور واحد اخر. البنات ها هو الموديل الثاني اللي قلت لكم نديروه ديكور اللي تكون عندها مناسبه ولا حاجه هكا ديره هذا كديكور هو اللي غادي نوريكم كي نديروه ونعطيكم فاني ملاحظه هنا قبل ما نديرهم يطيبوا تكلم بيكوهم كيما هاك باش من نعسلوهم العسل تاعنا يدخل لنا في الحبه مليح باش العاب الحبه تجي معسله. انا هنا دروك نشارك معكم هذاك الموديل ش غادي ندير ها هي الحبه كيما قطعتها نورمال هنايا نجيب هادو هادو راهم كاينين متوفرين نثقب بها هنايا عندي هذا الطابع ها هو هنايا اون بات نطبعها ها ونديرها هكا وبهذو ها هي هنا هذو الادوات يساعدوا في هذه الاشكال اللي نديرهم ونزيد نفسه ونخالفه نفس الشكل هكا ونديره من الجهه الاخرى ها وعندي هذا نستعين به ومين يطيبوا نديروا لهم كل عقاشه هنا ولا فاني نديروا لهم كل عقاشه دوغي كبيره في الوسط باش تجي الحبه باينه. ها هو الشكل اللي تحصلنا عليه تاع كوكياجا ان شاء الله يعجبكم. انا نكمل كاع ونولي معكم. البنات ها هي هذه هي الكميه اللي قطعتها لي هذيك الكيله تاع الكوكاو ما العجين راه باقي معايا غادي غير نوريكم ونكمل لنايا العجين اللي بقالي. هنايا ها هي غادي نديرها طيب ها هما الاشكال اللي شاركتكم معايا وهنايا من نقطعوا في الحربوش اللوزونج تاعنا نديروا هذه العمليه هاك باش هنا العقده تاعنا تكلين نثبتوها باش ما من تتعسل لنا ما تخرجش معنا. انا غادي نديرهم دروك يطيبوا في الطياب تاعهم غير كي يحمروا خاطر هنا العجينه راهي خفيفه كي يدوا اون بير كولور دوغي من تحت
غير حاجه خفيفه نشعلو عليهم من الفوق، ثاني يحمروا داك يصفروا شويه ونطفي عليهم، ما نخلوهمش يطيبوا بزاف باش الحشو تاعنا ما يقساحش. نطيبهم ونولي معاكم. هما البنات الاسكندرانيات تاعي خرجتهم من الفوق، ها هو هذا من خرج لو بلا من الفوق ديريكتومون. ندير هاد الحبات من الفوق ديريكتومون في الحسل، هنايا ماشي نعسلو ونخرجوه، هنا نديروهم في الحسل، الحسل يكون بارد وهما حامين، ونخلوهم ان موما. علاش؟ باه يشربوا باش من الداخل هذيك لافارس تاعنا ما تجيناش ناشفه. وهنايا حاجه واحده اخرى غادي نوريكم، هنا التزيين غادي كي نبغي نخرجهم من الحسل اش ندير لهم، نرمدهم هنا اللي يبغي يرمدهم هذا قطايف وكوكاو مقليين راني يعني طاحنتهم مع بعض، وهنا الايفيلي غادي نرمدهم فيه باش يعطونا ان بتي ديكور. انا غادي نخليهم هنايا يشربوا معايا مليح في الحسل، ومن بعد نولي معاكم في التزيين. ها هو البنات راني مخليتهم هنايا في الحسل، داو حقهم كاع في الحسل. ش هنايا التزيين ها هو تاع الورده واللي درناه بالديكور، درت له مورات، وها هو اللي درته بالايفيلي، وها هو اللي رمدته في القطايف والكوكاو. دروك ش غادي نوريكم هنايا البنات، نعطيكم ملاحظه هنا من يكون حنا عندنا حاجه تاع حسل ولا ما نديروش كونتيتي كبيره اللي نرمدو فيها، خاطركم عارفين الحسل من نديروه في الكوكاو ولا يلصق لنا ستادي يضيع لنا. الوغ كون نديرو كميه كبيره غادي نقيسوها، نديرو غير بشويه، ومن تكملنا ديك الكميه كاع لا بقاو لنا حبات هكا معسلين وخرهم ونديرو كميه جديده. المهم ما نديروش كميه ضربه واحده. ها هي دروك ش ندير انا، ها هي حبه تاع الحسل عفوا حبه تاع الاسكندرانيات، ها هي ديريكتومون هكا نرمدها في الايفيلي. علاه قلت لكم ها هو الحسل كيطيح معانا، ونفس العمليه نديرها في الكوكاو. انا غادي نكمل كاع ونعاود نولي معاكم في طبق التقديم ان شاء الله. ها هو الكاطو تاعنا اسكندرانيات بعد ما كملناهم الشكل اللي تبغوه ديروه. ها هو اللي درناه بالايفيلي، ها هو الديكور اللي درناه، وها هو اللي درناه بالقطايف كما تبغوا ديروا الديكور. وهنا البنات نعطيكم ملاحظات، هنايا العقده الا ما ديروها جاريه حتى تخرج لكم، ما ديروها قاصحه حتى ما تقعد تتفتت لكم. هنا الزيت تقعدوا تزيدوا بمغرف حتى الزوج حتى تشوفوها تمت معكم، ما ديروش ما تكثروش الزيت هو يجريكم العقده وتخرج لكم من العجينه تاعكم. وهنا ثاني الملاحظه الثانيه اللي نعطيها لكم، من تبردوا ما تبردوش بالفارينه، بردوا بالمايزينا، طيابها ما يديش بزاف مام با ربع ساعه. هنايا ها هي لا كولور اللي داتها، وهنايا تجي معسله من الداخل. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الوصفه، وهنا للذوق تاعها البنات غادي نقول لكم اللي ياكلها يحسب من الداخل راكم دايرين حلوه الترك، هذاك السكر اللي درناه مع الكوكاو هو اللي يعطي هذاك لوغو تاع حلوه الترك. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وديروها تنجحوا فيها. البنات ما تنسوناش بالاشتراك، ما تنسوناش بالجيم، والتعليقات تاعكم اللي نقول لكم دائما هي اللي تشجعنا وتزيدنا نعملوا اكثر واكثر. الى فيديو لاحق ان شاء الله.